أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دوما ودائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا أبو فهد، حياك الله وساعة مباركة. اليوم راح نستكمل حديثنا عن هذا الكتاب القيم، الديربي، مباريات العربي والقادسية اللي وثقها فاروق العوضي أبو عمر، من خلال طبعا قصص واحداث واحصائيات وارقام. ابو عمر شغله الاحصائيات خصوصا اذا كان طرف فيها نادي القادسيه. ثلاثة على ثلاثة تعادل، هذا ثلاثة ايه ثلاثة. هذه خوش مباراه، هذه بالكاس طبعا. اي ديربي القادسيه اذا يعني يقول لك اي محبي الاصفر او الاخضر اذا بيحكون عن اي ديربي لازم يذكرون مباراه نصف كأس سمو الأمير في عام 95-96 فهد. صحيح. طبعاً وجمع قطباء الكرة الكويتية في أمسية تاريخية لا يمكن أن ينساها الجمهور. طبعاً أبو غازي، نظراً لقيمة المنافسة ونظراً لقيمة البطولة نفسها تحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ونظراً لوجودهم في نصف النهائي وأيضاً ديربي والقادسية والعربي وحضور جماهيري كاسح في الملعب، ملعب نادي الكويت، والأهداف الجميلة، يعني عزيز عاشور هدفين، العربي عبد الله بران هدف، هناك قادسية عبيد، وأيضا هدف جميل محمد جاسم من الأهداف الجميلة لمحمد جاسم، ومجموعة من الأهداف اللي صارت في المباراة. أحمد خليفة، هو أحمد خليفة هذا أعتقد صومالي، هو راح لعب الدوري القطري والسد، ومنتخب قطر لعب منتخب قطر بعدها، يعني راح كان لعيب مميز كان مع نادي القادسية. نعم نعم، طبعا هو اللي افتتح الأهداف. اي صحيح، لاعب طبعا أحمد خليفة أبو فهد، سدد يعني كرة بعيدة وضربت الأرض، اي خدعت طبعا الحارس أحمد جاسم، طقت الأرض مثل ما ذكرت ودشت الجول. صحيح. طبعا انتهى الشوط الأول 1-0 للقادسية. الشوط الثاني العربي عاد المباراة سريعا وسجل نجمة عبد الله وبران منتقل إليه من نادي التضامن. طبعا استقل تمريرة طويلة من عبد العزيز عاشور نجم المباراة بدون منازع. صحيح. يعني عبد العزيز عاشور أعطاه تمريرة طويلة ودش بين المدافعين وأسكنها طبعا بيسراه في سقف مرمى حارس القادسية أحمد جاسم. أحمد جاسم شقيق طبعا محمد جاسم. صحيح. وحسين جاسم طبعا. وما دام هدف العربي دقيقتين أبو فهد حتى عاد النجم عبيد الشمري المهندس، تقدم القادسية من كرة ثابتة أسكنها عبيد المتخصص بالركلات الحرة في الزاوية اليمنى لمرمى العربي. صحيح. عاد العربي كذلك للمباراة وحين يدور انطلقت مكينة عبد العزيز عاشور، ايضا متخصص طبعا بعيز اشوف الكرات الثابته ومارس هوايته طبعا في تلك الامسيه، حيسجل هدف ثاني للعربي من كره ثابته، وعاد الكره مره اخرى عبد العزيز عاشور من جديد واضاف الهدف الثالث كذلك من ركله حره ايضا، فصارت 3-2 للعربي. فربما القادسيه كل ثقله في انه يعدل النتيجه، حتى استطاع النجم محمد جاسم من تسجيل هدف ثالث الأصفر عبر كرة صاروخية أرسلها على الطائر لتنفجر في شباك الأخضر واشتعل معها المدرجات أو أمام الشاشات، يعني كان هدف فعلا. صحيح. يعني تفاعلوا مع الجمهور ومرت الأشواط الإضافية 30 دقيقة من غير طبعا لا تغير النتيجة، فاحتكموا إلى ركلات الجزاء يا أبو فهد. إيش رأيك نتابع ركلات الجزاء بعد الفاصل؟ أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول
كنا مع مباراة ديربي العربي والقادسية في نصف نهائي كأس الأمير سنة 95. نعم طبعاً احتكموا لضربات الجزاء اللي ابتسمت للنادي العربي، طبعاً بعد ما أضاع الصاعد وقتها لاعب إبراهيم مبارك الفريج الركلة الخامسة القادسية واللي تصدى لها الحارس أحمد جاسم، فسجل عبد الله وبران الركمة الخامسة للعربي ولعلن انتهاء المباراة بفوز النادي العربي وصعوده إلى المباراة النهائية. والحقيقة يعني ما حدث في تلك المباراة أو بالتحديد في ركلة الجزاء، طبعا كان الحكم قاسم حمزة، قاسم حمزة هو كان حكم المباراة. الحقيقة اللي حدث يعني شيء غريب، فالركلة الخامسة أكثر من لاعب من لاعبي الخبرة القادسية عية في أن ينفذها، حتى طبعا خلوا اللاعب الصاعد مبارك الفريج، وكان طبعا مفترض ان يسدد ركلة الخامسه محترف المغربي محمد القدميري، ولكن خاف طبعا ورفض انه يسددها وعشان ما يبي يتحمل مسؤوليه، الامر اللي خلى عبيد الشمري يوبخه، وبخ القدميري كونه محترف ويملك خبره كبيره بالملاعب والفريق بامس الحاجه اليه في هذه اللحظه. طبعا انا يمكن عارض اخوي فاروق ان اللاعب لما يعتذر عن تسديد الركله بغض النظر انه يكون والله مثلا يخاف او كذا، لا ما اعتقد انه يعني يمكن لاعب، انا اقول لك انا اشوف نفسي اني حاليا في الوقت هذا انا ماني مؤهل اني اسدد ركله الجزاء، متنرفز باصابه شد عندي تشتيت في المباراه علي ضغط نفسي، فسرها مثل ما يفسرها اي واحد، لكن المجمل أو الأغلب إحنا عندنا أبو غازي إن اللي يعتذر من ركلات الترجيح يقولون هذا مثلاً إنسان كان خايف إنه يسدد الركلة أو ما صارت. يعني سامي الجابر هو رقم واحد يسدد في منتخب السعودي في نهائي كأس آسيا سنة 2000 حصل على ركلة جزاء هو بنفسه وسددها، اللي هو حمزة إدريس المفروض سددها سامي لكن أخذ الكرة وعطاها حمزة إدريس وقال له سد. هذه صورة طبعاً صورة منصور باشا محاول المرور من المدافع محمد بنيان، هذه صورة من المباراة. كذلك هذه صورة جميلة لعبيد شمري مع عبد العزيز عاشور نجم المباراة. صراحة سعود كان نجم المباراة يعني، وكان الموسم هذا يعني مقدم موسم مميز جداً مع النادي العربي. عبد العزيز عاشور اللي ما ذكره من الجيل الحالي كان لاعب يعني مميز، يعني من أفضل اللاعبين اللي كانوا موجودين في خط النص، لكن الوقت كان خط النص يعج بالنجوم عبيد الشمري وعبد الله وبران بدر حجي مجموعة من لاعبين صالح بريتشي وليد البريتشي أيضا نجوم مميزين في خط الوسط، فكان عبد العزيز عاشور من النجوم النخبة اللي وياهم. يعني نادر إنك تشوف رئيس نادي كان نجم مميز ايام ما كان لاعب مثل عبد العزيز عاشور. نعم طبعا هذه المباراه اللي راح اتحدث عنها الحين او الديربي لها يعني مناسبه او يعني سلط عليها الجمهور الضوء في ناحيه معينه، وهي انتقال لاعب القادسيه فيصل برقبه صحيح الى نادي العربي، حيث تصدر يعني هذا الخبر انتقاله الصحف المانشيتات في الصحف الرياضية. يعني حتى يعني ماكو صحيفة ما تكلمت عن هذا الخبر خصوصا الحساسية طبعاً. طبعاً أبو غازي إحنا راح نخليها إن شاء الله الحلقة الجاية، لكن حبيت أنوه إن الوقت اللي كانوا يلعبون فيه في تلك الفترة سنة 95 في منتصف التسعينات العقلية للحين لا زالت الوفاء للنادي إن يلعب نادي خصوصا مثل نادي القادسية ونادي العربي، من الصعب إن لاعب ينتقل لنادي نادي، لكن يعني صارت مع عبد الله عصفور لما انتقل من العربي راح للقادسية في موسم من المواسم أعتقد في منتصف الستينات صارت مع عبد الله عصفور، لكن بالنسبة لفيصل برقوبة كانت في تلك الفترة كانت صعبة حيل، لكن الحين تشوف اللاعبين ينتقلون عادي من القادسية للعربي من العربي لغاتسية. وصلنا التجوري وغازي صورة عبيد شمري مع عبد العزيز عاشور، صورة لنجوم الوسط في الفريقين في تلك الفترة أعتقد نفس الرقم اثنينتهم نجوم مميزين، كابتن عبيد الشمري والكابتن عبد العزيز عاشور. نختم في حلقتنا أعزائي المشاهدين، لا يسعني في نهاية الحلقة
إلا أني أشكركم على المتابعة وأشكر زميلي فهد عبد الجليل. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.